قال جل وعلا: قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. يا شيخ سليمان، إيش عرب أولياء اللي قرأت أنت أول شيء؟ أولياء، أحسنت، خبر أن مرفوع بها، صح؟ أنكم أولياء، تمام؟ قل يا أيها الذين هادوا، اللي ما زالوا على اليهودية، من أسلم منهم يقال عنه مسلم ما يقال عن يهودي، لكن هذا ما زال على اليهودية، قل لهم هم كما ذكر الله عنهم: وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه. هم يقول نحن أولياء الله، الأولياء عن الأحباب، حتى يقولون لو عذبنا الله وأدخلنا النار فإن إيش لن تمسنا النار إلا أياما معدودة. معدودة ولا معدودات؟ معدودة ولا معدودات؟ في البقرة معدودة، في آل عمران معدودات، في البقرة تاء مربوطة، بقرة تاء مربوطة، زين؟ في آل عمران مفتوحة عشان ما تضيع بين الآيتين. أياما معدودة، وفي الآية آل عمران أيام معدودات. كذبوا، قالوا لو نحن أبناء الله وحباء لن يعذبنا الله، في حال لو عذبنا لن يدخلنا النار إلا أياما معدودة، إلا أياما معدودات. ربنا ماذا يقول؟ يقول تلك أمانيهم، هكذا يتمنون، هذا كلام باطل. طيب إذا كنتم ضامنين أنفسكم الجنة وأنتم أحباء الله وأبناء الله، تمنوا الموت، كيف يتمنوا الموت؟ يعني يدخلون فيما يسمى بالمباهلة، يدعون على أنفسهم بالهلاء، يدعون على من 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 هو على الضلال، يجتمع صاحب الحق وصاحب الباطل، كل منهم يدعي نفسه أنه صاحب حق، فيقول أنني أنا على الحق بكذا وكذا وكذا. مثلا عيسى عبد الله رسوله، يقول نصاني عيسى ابن الله، فكل منهم يقول أنا أقول بأن عيسى عبد الله ورسوله ولم يتخذ الله صاحبة ولا ولدا، ولعنة الله على الكاذب منا. وذاك يقول إيش الثاني؟ يقول عيسى ابن الله ولعنة الله على الكاذب منا. هذا اسمها المباهلة، حينئذ يهلك الله عز وجل الكاذب منهم. طب أنتم أيها اليهود تقونكم أبناء الله وأحباؤه، أولياء الله، تعالوا للمباهلة وادعوا بالهلاك على من؟ على الكاذب إن كنتم صادقين. عرفتم إيش المناسبة؟ قل إن قال الله يا أيها الذين آمنوا، قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله أحباء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين، تعالوا ادخل في المباهلة إن كنتم صادقين بأنكم فعلا أولياء الله وأحباء الله. هل سيتمنون الموت حينئذ؟ لا، لتجدنهم أحرص الناس على حياة، على أي حياة، المهم يكون حي. واضح؟